بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين في الفيديو ده هنبدأ نحل في تمارين الفوكابلري الخاصة بلسن 3 and 4. طيب النهاردة برضو استنوا، هانتظروا يعني الفيديو لحل الامتحان. طبعا زي ما اتفقنا الامتحان اللي هو ما كانش كبير قوي، كان 25 نقطة تقريبا على أزمنة الماضي البسيط والمضارع التام والماضي المستمر، جمل محترمة منتقاة بعناية. طيب اول سؤال معانا بيقول لي what bad news the book had been a before it was published. يا لها من اخبار سيئه، الكتاب حصل له ايه قبل ما يتم نشره. اكيد الكتاب leaked يعني تم تسريبه، locked يعني اغلق، disappeared يعني اختفى. بس انا في هنا حاجه وانا بحل كطالب ثانويه عامه بقى فاهم، اول ما هلاقي دي مش هينفع افكر فيها. اصل had been disappeared يعني اختفي، وعايزك تضيف لي معلوماتك الجميله كده ان عندك فعل زي disappear، الافعال زي كلمه disappear ده يعني يختفي، ده لا ياتي في المجهول اطلاقا. زيها بالظبط كلمه happen اللي معناها يحدث، الفعل ده ما يجيش في المجهول. يعني في افعال في اللغه الانجليزيه ما ينفعش تيجي مجهول اطلاقا، زيها برضو collapse يعني ينهار. ضيف دي لمعلوماتك ان ده ما يجيش مجهول. طيب الحته الاهم من ده كله كمان في السؤال ده عشان ما نعديش حاجة، كلمة what bad news. انت عارف يا مستر ان انا لما يكون عندي what بنجيب بعدها او an وبعدين صفة وبعدين اسم ونعمل exclamation mark، حلو. بس بشرط هنا او شرطين اتنين، يعني ان الاسم ده يكون اسم مفرد يعد، ركز انه يكون اسم يعد ويكون في صيغة المفرد. عشان كده مثلا بنقول what a bad story، يا لها من قصة سيئة، بتروح عامل علامة تعجب. انت ليه هنا خدت الاو ان؟ عشان ستوري اسم معدود فعشان كده خدنا او ان. طيب لكن انت بقى ممكن تقول لي وات باد بيبل، يا لهم من اشخاص سيئون، وتعمل اكسكلاميشن مارك. ممكن تقول لي برضو وات باد نيوز، يا لها من اخبار سيئه، وتعمل اكسكلاميشن مارك. في الجمله دي يا فندم عايزك تهتم وتركز انك انت استخدمت وات وبعدين صفه وبعدين اسم واكسكلاميشن مارك. ايه اللي انت عايز توضحه لي هنا، وايه الملحوظه اللي انا انتبه ليها واخد بالي منها؟ ان انت ممكن تقول وات ا صفه اسم، وممكن تقول وات صفه اسم. وات ا صفه اسم لو الاسم ده اسم مفرد معدود، طب وات صفه اسم لو الاسم ده كان اسم جمع او اسم لا يعد. الحته الثالثه والاهم، الجزئيه الثالثه بقى يا سيدي، انك انت ممكن تستخدم وات ا وتروح جايب اسم بس وعلامتك تعجب برضه، اللي هي ايه بقى الصيغه دي؟ انك بتقول مثلا يا له من يوم، ما قلتليش يوم ده صفته ايه، فتقول وات ا داي، يا له من يوم، يعني ايه اليوم ده؟ طيب ولد مثلا قرفك في عيشتك فتقول وات ا بوي، يا له من ولد، وتروح عامل اكسكلاميشن مارك. يبقى انت سيادتك قدامك كام صيغه؟ قدامك ثلاث صيغ، ادي صيغه، والثانيه اهي اللي هي انك تجيب وات ا او ان صفه اسم، وانك تجيب وات صفه اسم. طيب مش ده موضوع السؤال خالص انا عارف، بس انا عايزك ما تعديش ملحوظه برغم ان انا مجهد الا اني لازم اطلع لك كل القطط اللي تتصنف في الجمله. فوات باد نيوز، لها من اخبار سيئه، الكتاب هاز بين ليكد، الكتاب تسرب. وعايزك تفهم كده ان كلمه ليك يعني يسرب مياه، يسرب غاز، يسرب ميه، يسرب اخبار، يسرب تقارير، يسرب اي حاجه خالص في الموضوع، تمام. طيب فاينلي ذا بوليس ديسكفرد وات هاد نوت ذا اكسيدنت، في النهايه البوليس اكتشف ما الذي سبب او احدث الحادثه. سبب يعني كوزد. طب reason دي معناها يجادل، لو هناخد بعدها with reason with يعني يجادل لأجل. طيب كلمة reason بقى بتصريف تات كده دي معناها مبرر، it is reasoned يعني شيء مبرر. excuse يعني يعتذر، excused معناها معتذر يعني له عنه، ورescue يعني ينقذ. اوعى تنسى ان انت هنا خدت لي caused، وعندي caused دي في ملحوظة هقولها لك. فاكر لما كنا بنقول make مفعول مصدر دي معناها يجعل او يجبر، كنا بنترجمها بكده. ممكن نستخدم بقى مكانها كوز مفعول اللي هي كوز اللي فوق دي، وبعدين تو الفعل في المصدر. فانا ممكن اقول لك وات ميد يو ليف، ما الذي جعلك تغادر؟ ده سؤال. ممكن بدل السؤال ده نستخدمه بطريقه تانية بقى، بس ما نقولش وات كوزد وات ميد، هنقول وات كوزد وات كوز. ركز، انت قلت لي وات ميد يو ليف، لكن وات كوزد يو، عند كوزد يو مش هنقول ليف، لا هنقول تو ليف، والمعنى بتاع الجملتين دول زي بعض. ركز، ميد مفعول مصدر، لكن كوز مفعول تو المصدر، وده مش موضوع الجمله ولكن مش عايزين نعدي ملحوظه. طب ذا جورنالست واز بايست باي ايه؟ هنا بقى حضرتك هتديني انتباهك ثانيه واحده. انت عندك حاجه اسمها بايس باي بليسمنت، بليسمنت الجمله. الحاجه الثانيه اللي هي اسمها بايس باي اوميشن،
omission. الحاجة التالتة اللي اسمها pious boy spin. عندك تلات أنواع، بس عايز تفهم ايه دول اساسا. الكاتب الصحفي لما يكون بيكتب اخبار في الجريدة فهو احيانا بيحصل عنده انحياز. الانحياز ده بنسميه عن bias by placement، يعني الانحياز عن طريق الموضع. ممكن نسميه bias by omission اللي هو الانحياز عن طريق الحذف. ممكن bias by spin هو الانحياز عن طريق التحوير في الكلام، يعني بيحور في الكلام او التلفيق. ازاي بقى؟ الراجل كاتب مقال مكون من ثلاث باراجرافات، حلو؟ هو اختار باراجراف معين عشان يحطه في الاول، عشان يضعه في الاول، خد بالك، عشان يضعه في الاول، فبنسميه bias by placement. يجي في الامتحان يقول لك the writer put معرفش ايه كده في البدايه وبوت ايه كده في النهايه. ما دام قال لك وضع مقال في البدايه او وضع مقال في النهايه يبقى ده اسمه بليسمنت على طول، تحيز عن طريق الوضع. النوع الثاني اللي هو البايس باي اوميشن اللي هو التحيز عن طريق الحذف. الراجل يروح حاذف حقائق من الكلام بحيث ان هو يضللك، اللي هو انحياز عن طريق الحذف. بمعنى امبارح مثلا على سبيل المثال حصل مشكله بين علي وبين احمد، حلو؟ طيب علي ده ضرب احمد، يعني علي هو اللي بدا بالمشكله، فراح احمد ضربه قلم على وشه، بس انت شايف ان مين اللي غلطان؟ ان علي غلطان. عامل حاجه ده متحيز لمين وبيحب مين؟ بيحب علي شويه، فيروح قايل لك ان احمد بالامس ضرب علي وصفعه على وجهه صفعه قويه. هو كده حذف حته ايه؟ ان علي ضرب الاول. حته تانية معلش، مثال تاني قد يكون اوضح. في المباراه بتاعه الاهلي مثلا، ابو تريكه طول الماتش يلعب زي الفل واحرز 3 اهداف، يبقى مين اللي جاب الثلاث اهداف كده؟ ابو تريكه. في اخر الدقائق اهدر فرصه بضرب الجزاء. يجي الراجل في الامتحان في التحيز عن طريق الحذف ده يقول لك ابو تريكه يهدر ضربه جزاء عظيمه في مباراه الاهلي امس. هو حذف حته ان هو جاب كام جول؟ 3. يعني من الاخر كده الحذف ان هو يحذف حاجه معينه. دايما في السؤال بتاع الاوميشن ده بتلاقي الراجل يقول لك ايه، ليف اوت او ديليت، يعني هو حذف فتعرفها اصلا بيكون فيها حذف. طب التحيز عن طريق التحوير ان هو يبدا يحور في الكلام، يبدا يلف بيك بعيد في الاحداث بحيث انك ما تفهمش حاجه خالص. تعال نشوف الاسئله بتقول ايه. بيقول لك ذا جورنالست واز بايست باي، الصحفي كان عنده تحيز عن طريق ايه؟ هي بوت. قال لك بوت يعني وضع القصه في قمه الصفحات عشان يبين ان هي شيقه ومهمه وكده. ما دام قال لك بوت يبقى اسمه بليسمنت، التحيز عن طريق الوضع. طيب الجمله اللي بعد كده، ان هيز ادفيرتسمنت، في اعلانه، هي ليفت اوت. ليفت اوت معناها ترك او اهمل او تجاهل او حذف، ده معناها انه عن طريق الحذف. المهم هو اهمل او تجاهل حقيقه ان الشقه دي ليست معرفش فين كده، يبقى ده تحيز عن طريق الاوميشن اللي هو الحذف. في الجمله رقم 5 بيقول لك ذا بوليس اللي هي الشرطه، وانت عارف ان البوليس دايما اسم جمع عشان كده قال لك وير، ايبل تو ريسكيو. ريسكيو يا مستر يعني ينقذ، احنا خدناها قبل كده، خدنا عليها ملحوظتين، قلنا ريسكيو يعني ينقذ، يعني فيرب بنستخدمها كفيرب بمعنى ينقذ، وبنستخدمها كنون بمعنى انقاذ، على عكس كلمه سيف اللي هي فيرب بس بمعنى ينقذ او يوفر او كده. كان قادر ان هو ينقذ الناس. هو وير ايه؟ انسايد ذا هاوس، اللي كانوا ايه؟ داخل المنزل. كلمه ترابت دي معناها محتجز، وعايزك تكتب معاها كمان كلمه ستاك اللي اس تي يو سي كي. الكلمتين دول معناهم محتجز. محتجز يعني مقفول عليهم الباب. تمام، السياقات اللي ممكن نستخدمها فيها، يعني لما اقول لك ان انا قفلت الباب على نفسي والمفتاح مش معايا فانا كده ترابت. الحاجه الثانيه ان اقول لك ان كان في حادثه امبارح وعايزين نطلع الناس اللي في العربيه اللي كانوا محتجزين، يبقى ترابت برضو. طيب العصابه مسكت حد وحبسته وما كانش عارف يهرب، يبقى ترابت برضو. يبقى ترابت معناها محتجز. سوشيال ميديا هاز ميد نوت بوسيبل، وسائل الاعلام ديت جعلت من الايه شيء ممكن، من سيتيزن جورناليزم، بمعنى انك انت عندك فيسبوك او سوشيال ميديا، انت بتصور الحادثه وتنشرها على السوشيال على الفيسبوك، فاصبحت انت كده عندك او بتتابع السوشيال او السيتيزن جورناليزم، وانت اسمك سيتيزن جورناليست. having a not diet، انك يكون عندك ريجيم ايه keeps you healthy and fit، بيخليك صحيح البدن ولياقه بدنيا. انك يكون عندك balanced diet يعني ريجيم متوازن، وكلمه balanced هنا عباره عن adjective. طب misleading دي معناها مضلل، inaccurate يعني غير دقيق، وavailable متاح او متوفر. this referee has a clear a against، against يعني ضد فريقنا، ده هو حتى ما فكرش ان هو يستشير الفار about the penalty، فيما يتعلق بالبنالتي اللي هي ضربه الجزاء، يبقى هو كان عنده انحياز ضد فريقنا. انحياز اسمه بايس. فيرنس اللي هو العدل، بليسمنت اللي هو الوضع، وسبورت يعني دعم او تأييد. بعد كده بيقول لك ذا سيلز مان، الراجل البياع، tried to persuade me، حاول ان هو يقنعني بشراء الشيء by putting a positive a، عن طريق وضع ايه؟ ايجابي على مميزات الشيء والمنتج. تعال نشوف كلمه سبيد دي اللي هي معناها الجاروف، الجاروف بتاع البيت اللي في المطبخ ده.
تراب اللي هو الفخ، بايس اللي هو التحيز، وسبن اللي هو التلفيق. فالراجل بقى بيقول لك ان الراجل البياع حاول يقنعني بشراء الشيء عن طريق ان هو بدأ يحط فيه تحوير في الحوار في الموضوع، يعني سبن يبقى بوزيتيف، سبن يعني تحيزا او اسمه تلفيقا ايجابيا، يعني لفق خصائص او صفات كويسه مش موجوده في الشيء. He didn't get high marks in the exam، ما جابش درجه عاليه في الامتحان. Because some of his answers، لان بعض اجاباته were كانت inaccurate، يعني كانت غير دقيقه. الراجل ممكن في الجمله دي كان غير السياق ويقول لك some of his answers weren't، يعني لم تكن، في الحاله دي كنا هنقول accurate اللي معناها دقيق. طيب balanced متوازن، misleading يعني مضلل، و available يعني متاح. بعد كده رقم 11 taking the wrong decision، اني اخذ القرار الخاطئ is the direct result، هي النتيجة الحتمية للمعلومات اللي ايه يا فندم؟ انت عايز تقول معلومات ايه خلتك تاخد قرار غلط؟ المعلومات البالانسد المتوازنة ولا المسليدنج المضللة؟ وكلمة مسليدنج هنا عبارة عن adjective للمعلومات المضللة، يبقى دي صفة للمعلومات. accurate دقيقة لو داخلة ما كانتش تضللك، و available متاح. This is a misleading report، يعني تقرير مضلل، يبقى دي عبارة عن صفة. وهو الراجل بيسألك هي ايه بالظبط؟ فتقول له adjective. طب لما تقول لي بقى misleading voters، يعني تضليل الشباب، تضليل الناخبين، تضليل المواطنين، فكلمة تضليل هنا عبارة عن اسم، فعشان كده هنختار noun. الجملة اللي بعدها bullying اللي هي البلطجة يعني is a not a problem it if affects all members of community، بتأثر على كل أعضاء المجتمع، يعني معنى كده إنها مشكلة اجتماعية اللي هي social. طبعا certain يعني معين أو محدد، زي كلمة particular، particular معين أو محدد برضو. stressed يعني مضغوط. طيب up to date يعني حديث، وخد بالك في هنا حتة عايزك تعرفها، لما اقول لك try to update، يعني حاول تحدث your mobile، حاول تحدث الموبايل بتاعك. كلمة update هنا في السياق ده كده عبارة عن verb بمعنى يحدث، يجعله حديثا. يعني ممكن نستخدم بقى try to make، يعني حاول تجعل your phone، حاول تجعل موبايلك او تليفونك up to date. up to date دي هنا، up to date هنا حضرتك دي adjective يعني صفة بمعنى حديثا، يبقى كلمة up date يعني يحدث، لكن up to date يعني حديث. في الجملة الاولانية حاول تحدث الموبايل، في الجملة التانية حاول تخلي الموبايل، تجعل الموبايل حديث. طيب في بعد كده في رقم 15 you need to know this mobile application، انت محتاج تعمل ايه في الموبايل ابلكيشن ده؟ انك تحدثه يبقى ابديت. كان ممكن تقول you need to make the mobile application up to date. don't interfere، لا تتدخل with other people's affairs، يعني ما تتدخلش في شؤون الناس التانية. كلمة ابديت تحديثات. slides اللي هي الشرائح، كلمة slides معناها شرائح، وكفعل معناها ينزلق ويتزحلق. survey اللي هي دراسة، وما تنساش ان احنا بنقول do a survey مش make a survey. قول معايا كده كل وانت بتحل ما يقابلك حاجة عليها ملحوظة قولها لنفسك. The death of her aunt، موت عمتها. Had a sad eye on her، كان ليه ايه سيء عليها؟ كان ليه تأثير، كان له تأثيرا. انا عارف يا مستر ان كلمة effect كده هو، في كلمة اسمها effect، وكلمة اسمها affect، وكلمة اسمها influence، وكلمة كمان اسمها impact. انا عارف الاربعة دول، حلو كطالب يعني عارف الكلمات الاربعة دول المفروض. طيب الفرق بينهم فين؟ الفرق بينهم في الاتي، ان كلمة affect دي الفيرب بمعنى يؤثر على، طب effect دي noun بمعنى تأثير او اثر. طيب influence بتيجي فيرب وبتيجي noun بمعنى يؤثر وتأثير، دي برضو بتيجي فيرب وبتيجي noun. طيب انت في الجملة عايز ايه بقى حضرتك؟ بقولك ان موت عمتها كان له تأثير، فانت عايز هنا noun. طيب بما انك عايز noun، فانت ممكن تاخد في الجملة دي اختيارات المتاحة، يعني ممكن تاخد الكلمة دي اللي هي noun دي اللي هي effect، وممكن تاخد كمان الناون دي اللي هي influence، وكان ممكن ناخد impact. التلاتة هنا كناون ينفعوا. طيب امال ايه effort؟ effort اللي هو الجهود. وخد بالك انت لما تقول مثلا do my best، يعني يبذل قصارى جهده، او انك تقول make an effort، يبقى انا عايزك تعرف ان مع effort بناخد make ما بناخدش do. انت بتقول هنا make effort يعني يبذل جهدا. طيب objective، طبعا objective ديت معناها مو موضوعي، اللي هي عكس متحيز يعني. وobjective برضو معناها هدف من اهداف، وسلايد معناها ينزلق، وكاسم معناها شريحة. طيب انت اخترت مين؟ ما اخترناش لحد دلوقتي، ما هو لك كان له تأثير، وتأثير يعني impact. but for your لولا الـ A I wouldn't have solved my problem، لولا your A، لولا الـ A بتاعك ما كنتش هعرف حل المشكلة. bias لو انحياز،
ولا سبورت لو الدعم، اكيد لولا دعمك، لولا انك انت دعمتني انا ما كنتش هحل مشكلتي. طيب وسلايد شريحه زي ما قلنا وتراست ثقه. The writer of this article left out، يعني حذف معلومات ايه عشان يضل للشباب؟ يا ترى certain يعني محدد او معين، ولا stressed معناها متوتر او مضغوط، ولا social يعني اجتماعي، ولا false معناها خاطئ؟ يا ريت حذف المعلومات الخاطئه، اللي هو بيقول لك حذف معلومات معينه عشان يضل للناس يبقى certain. طيب 20 the manager asked رحمة، المدير سأل رحمة to not the long report for him، المدير طلب من رحمة انها تعمل ايه في التقرير الايه الطويل، يبقى اكيد عايز تختصر التقرير ده، يبقى summarize تلخص. طب trap معناها يعمل فخ او يحتجز، update يحدث، و brainstorm يعني يعصف ذهنه او يولد افكارا. sending and receiving emails ارسال واستقبال الايميلات، ده واحدة من السكرتيريز، يبقى من الايه بتاعت السكرتير، survey اللي هي دراسة استطلاع، ولا ريسبونسابيلتي المسؤوليه، ولا ابديت تحديث، ولا امباكت تاثير، اكيد من مسؤولياته. بالمناسبه انت كان ممكن تستخدم بدل ريسبونسابيلتيز هنا تاسكس اللي هي مين المهام، ما هو واحده من مهام السكرتير. 22 ريفايزنج ذا بريزنت بيرفكت، كلمه ريفايز يعني يراجع. طيب وانا مع ريفيجن باخد دو ولا ميك؟ مع ريفيجن انا حافظها من زمان يا مستر، بنقول دو ريفيجن. حلو، لا انا عايز تعرف كمان انك تستخدم ميك عادي، احنا خدنا دو مع ريفيجن، ممكن نستخدم ميك برضو مع ريفيجن، بس الفرق بينهم كالتالي، ان دو ريفيجن معناها يراجع للامتحان، طب ميك ريفيجن معناها يراجع لاجراء تعديلات. انت مثلا على سبيل المثال عندك بكره امتحان انجليزي، حلو، فيو شود دو ريفيجن، دو ريفيجن عشان انت هتراجع للامتحان بتاع الانجليزي. طيب واحد كتب ريبورت يعني تقرير وسلمه لواحد زميله عشان يقراه، زميله قرا التقرير قال لك ان عدد الوفيات اللي ماتوا في الحادثه كانوا 8. طيب زميله لما يقرا قال لي يا ابني ما كانوش 8 هم كانوا 6، فشطب 8 وحط له 6، وبعدين هو الان حط نسي يحط نقطه فحطها، ونسي عن استفهام فعملها له، جمله مش مظبوطه فظبطها له، يعني هو كده بيراجع لاجراء تعديلات، عدل في الموضوع، يبقى نقول ميك ريفيجن. يبقى تاني كده دو ريفيجن يراجع الامتحان، لكن ميك ريفيجن يعني يراجع عشان يعمل تعديلات على شيء معين. طب المهم ريفايزنج ذا بريزنت بيرفكت از وان اوف ذا اي اوف يونت 1، مراجعة المضارع التام واحدة من الأهداف بتاعت الوحدة الأولى، يبقى objectives. وخد بالك إن هنا ما ينفعش نقول إيه، ليه بقى؟ أصل كلمة إيه يعني هدف طويل، إم وجول والناس دول هدف طويل، لكن objective دي هدف قصير أو هدف مثلا من جلسة، على سبيل المثال في اجتماع النهاردة، الهدف من الاجتماع ده إن إحنا نعمل كذا، يبقى ده objective. طيب هدفي في الحياة إن أكون دكتور، يبقى ده جول، لأن ده هدف طويل المدى شوية. طيب I not his thinking because he is wise، أنا إيه تفكيره، لا تفكيره لأن هو راجل حكيم. persuade أقنع، ولا skid اللي زي سلايد زي تزحلق يعني زي سلايد برضه ينزلق أو شريحة، ولا trust أنا أثق في تفكيره لأنه حكيم. I am not due to، due to معناها بسبب أو فضل، ومعناها على وشك، ركز بقى لما أكتب لك دي كده، due to بسبب أو بفضل وعلى وشك، add due to معناها بسبب او بفضل بنفس المعنى الاثنين دول، وكمان معناها على وشك ان يحدث. اقول لك ذا مان الرجل از ديو تو داي، الرجل على وشك ان يموت، فديو تو معناها على وشك ان. نرجع لموضوعنا بقى، فانت بتقول انا اي ام نوت ديو تو يعني بسبب the amount of work، كميه الشغل اي هاف تو دو افري داي، كميه الشغل انا بشتغلها كل يوم، فانا ايه بسبب كمية الشغل، I am stressed متوتر أو مضغوط. certain محدد، social اجتماعي، up to date معناها حديث. مستر أشرف got his students to not some ideas to solve the problem، مستر أشرف جعل طلابه إن هم يعملوا إيه في بعض الأفكار عشان يحلوا المشكلة، أكيد to brainstorm إن هم يعصفوا ذهنهم يعني يعصر دماغه ويطلع أفكار. I have installed the latest Facebook، أنا ثبت أحدث الإيه بتاعت الفيسبوك، survey دراسة، ريسبونسابيلتي مسؤوليه، ابديت تحديث، فانت نزلت احدث او يعني احدث التحديثات للفيسبوك. ذا جريت ايه دكتور علاء هاد ميد سي ميد هاد ميد يعني قام به يعني سيفد ذا انجرد مان، خد بالك هو هنا قال لك ايه دكتور علاء هاز ميد يعني عايز حاجه بتيجي مع ميك، يبقى اي فورتس، ومعنى الجمله اصلا ان الجهود المضنيه او الجهود الكبيره للدكتور علاء او الدكتوره الاء يعني عشان هما الاثنين دول زي بعض في سبيلنج قامت بيها وانقذت او انقذ حياه المريض. امباكت تاثير، وامباكت تاثيرات يعني وكده. اوبجكتيفز الاهداف، وسلايدز اللي هي الشرائح. دونت تراي تو نوت مي تو ويست ماي تايم تشاتنج وذ يو او اونلاين، خد بالك عايزك تعرف دي كويس ان سبند
تايم بنجيب بعدها الفعل المضاف له اي ان جي. نفس القصه برضو انك انت برضو تستخدم عكس سبند اللي هي ويست يعني تايم وتجيب بعدها الفعل المضاف له اي ان جي. فانت ممكن تقول لي اي سبنت ماي تايم ريدنج، اي ويستد ماي تايم سليبنج، نفس نفس التركيبه. فلا تحاول انك تعمل لي ايه ان اضيع وقتي بالشات معاك. بيرسويد يعني يقنع، وهي دي الاجابه زيها زي كلمه كونفنس، لا تحاول ان تقنعني ان اهدر وقتي في الشات معك. سبورت يدعم، وسلايد ينزلق، وتحليقه وتراست يعني يثق. الصفحه اللي بعد كده المعاصر has not information about the new types of exam questions. المعاصر عنده معلومات ايه عن انواع الاسئله الجديده في الامتحانات؟ طيب تعالى بقى نشوف، بس عايز احط لك هنا ملحوظه. كلمه طيب دي طيب كاسم معناها نوع، طيب كاسم يبقى معناها نوع، طب كفعل بمعناها يكتب. اول واحده كده بترفايد يعني خانه، وستريسد مضغوط، وسوشيال اجتماعي، وابتديت حديث. والجمله المفروض ان احنا نقول المعاصر عنده معلومات حديثه عن مواصفات الامتحان. doing not aims at collecting accurate information، الهدف منها جمع معلومات دقيقه، اللي هو القيام بمين؟ بالسيرفي، القيام بالدراسه الاستطلاعيه، انك تسال الناس اسئله وهم يرد عليك، فتبدا تعمل احصائياتك بقى عليه. I used PowerPoint. ايه؟ انا استخدمت الايه بتاعت الباوربوينت، الشرائح بتاعت الباوربوينت سلايدز. بص يا شباب، الكتاب فيه صفحات، الباوربوينت بقى زي الكتاب كده، بس هو كل صفحه فيه بنسميها سلايد. I not on the icy ground، على الارض الثلجيه، and broke my leg، وكسرت رجلي، يبقى انا تزحلقت، يبقى سلد. بعد كده 33 بيقول لك in the past there was strong cultural a against women، يعني في الماضي كان في ايه ضد المراه، اكيد كان في تحيز اللي هو اسمه بايس. لاحظ انه بايس against، حرف الجر اللي بيجي معاه against. طيب بعد كده 34 in is an opinion about whether a person group or idea is good or bad، وبتاثر بيها على الناس التانيين. دي من placement اللي هو الوضع، ومشن الحذف، سبن التحوير، وبايس اللي هو الانحياز. الانحياز انك انت منحاز لشخص، منحاز لفكره، فانت شايف انها حلوه او وحشه. Your A is a particular attitude، هو عبارة عن attitude or point that you have about something، يعني عبارة عن رأيك في شيء معين، يبقى أكيد point of view، موضوعها معرف نفسها. Is a way someone talks about information، هي الطريقة اللي الشخص بتكلم بيها عن معلومات أو مواقف، خصوصا عشان يأثر على الناس وطريقة تفكيرهم، يعني بعد كده معنى كده هو بدأ يحور في الكلام، يبقى spin. To not is to make someone believe something، انك تخلي شخص يؤمن بشيء معين ويصدقه بالرغم ان هو مش صحيح، عن طريق انك تديله معلومات خاطئه او غير كامله، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتضلله، مس ليد. وعايز تعرف ان انت ممكن تستخدم مس ليد يعني يضلل، ممكن نستخدم مكانها مس جايد يعني يضلل برضه. طيب الجمله بعد كده 38 the adjective الصفه ايه معناها؟ not completely correct، مش كامل، مش صحيح، يبقى inaccurate. means reports and pictures of events recorded by ordinary people، الصور والرسومات او الفيديوهات اللي بيتم تسجيلها بالناس العاديين، يبقى دي صحافه المواطنين، citizen journalism. to be not means giving equal attention، انك تدي انتباه متوازن او متساوي لكل جوانب الشيء، يبقى انت راجل كده متوازن، يبقى balanced. امال ايه balance؟ balance دي ليها معنيين، المعنى الاولاني كفعل بمعنى يوازن، وbalance كنون بمعنى التوازن. فانا ممكن اقول لك there is some sort of balance، يعني هناك نوع من التوازن. بص there is a sort of balance، يعني هناك نوع من ايه؟ من التوازن. خد بالك balance هنا توازن، سوري balance. طب انا اقول لك بقى try to balance، يعني حاول توازن between so and so، بين كده وكذا. is the act of putting something، انك تحط حاجه في مكان ما، يبقى ده الوضع اللي هو placement. طيب بعد كده الكولوكيشنز بقى. مستر ايمن اسكد اس تو، المستر ايمن طلب مننا ان احنا نعمل ايه في الافكار علشان ندعم رايه، اكيد برين ستورم اللي هي نعصر ذهننا. افويد اتجنب طبعا، وخد بالك في كلمه اسمها فويد اللي من غير الا، فويد دي معناها خال من، اقول لك فويد اوف شوجر يعني خالي من السكر. I have to not every effort to solve this problem. احنا قلنا effort بناخد معاها make، يبقى I have to make every effort. خد بالك انك لما تقول make every effort يبذل قصارى جهده، ممكن نستخدم مكانها do my best. لاحظ ان هنا خدنا make لكن هنا خدنا do. It's better if you not regular updates. من الافضل انك تعمل ايه في تحديثات منتظمه،
للابلكيشن بتاعتك. جيت ريجولار ابديت معناها يحصل على تحديثات منتظمه، يعني حدث تليفونه اول باول. السؤال الرابع، يو نيد تو نو هاو ذا نيجاتيف افكتس اوف سوشيال ميديا كان بي، انت المفروض تعرف ازاي يمكن انك انت تتجنب الاثار الجانبيه للسوشيال ميديا. تجنب اللي هي افويد، يبقى كيف يمكن ان يتم تجنبها. يو ماست نوت اب تو ديت ويز، لابد ان تبقى محدثا لنفسك باحدث التطورات والتقدم وكده، يبقى كيب اب تو ديت. بالمناسبه هنا ممكن نستخدم كيب، ممكن نستخدم ستاي، ممكن كمان نستخدم ريمين ونفس المعنى، كيب اب تو ديت، ستاي اب تو ديت، ريمين اب تو ديت. طب لوزينج ذا ماتش، خساره المباراه، نوت ا نيجاتيف امباكت، تاثيرا سلبيا اكيد كان لها، له يعني هاف، يبقى انت هتقول لي هاد. ذا ايجيبشن نوليدج بانك احيانا بيختصروه اي كي بي، يعني معناها ايجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفه المصري، اللي هو الموقع بتاع بتاع الدوله اللي عليه معلومات وابحاث ورسائل وكده. يعني هاز نوت ذا مين سورس، البنك المعرفه المصري اصبح المصدر الاساسي للدعم التعليم، اصبح يبقى بيكم. The last lecture دكتور سميرة، آخر محاضرة الدكتورة سميرة إيه؟ كانت عن تحسين الاستماع، أكيد الدكتورة سميرة أعطتها اللي هي give. وهنا بقى ما تنساش إنك أنت ممكن تقول give a lecture، give a lecture يعني يعطي محاضرة. ممكن بدل give نستخدم take a lecture يعني ياخد محاضرة، بس ده لو طالب، لكن give لو هو أستاذ دكتور مشرف كده يعني. It's a crime، إنها من الجريمة إنك تعمل إيه في الأخبار في المعلومات الكاذبة، انك تحصل عليها ولا تاخدها ولا تنشرها، انك تنشرها، انك تنشر معلومات كاذبه فده من الجرائم. الصفحه اللي بعد كده، اوميشن وانكلوجن، هنا كده اوميت يعني يحذف، اوميشن حذف، انكلوجن من انكلود يضمن، انكلوجن تضمين، يعني الاثنين دول عكس بعض، يبقى هما الاثنين انتونيمز. الاوميشن اوف ذا فيرب ميكس سنتنس مينينجلس، حذف الفعل بيخلي الجمله ملهاش معنى. في الجمله دي كلمه اوميشن اللي هي حذف، يعني ممكن نحط مكانها حذف يبقى ليفنج اوت يعني حذف، اديشن اضافه، ديليشن حذف، يبقى كده اي ان سي. ذا كونتنت اللي هو المحتوى بتاع التقرير ده از مسليدنج، محتوى التقرير ده مضلل. الكلمه اللي هي بتساوي كلمه مسليدنج مضلل، يعني خاطئ ولا صحيح ولا صحيح ولا دقيق، لا ما هو مضلل يعني خاطئ، يبقى ناخد دي. طيب وين سمون از ذس از بايس، لما يكون الشخص منحاز او متحيز. دي ار نوت اكسبكتد، مش من المتوقع ابدا ان هم يدوا لك، خد بالك مش متوقع ان هم يدوا لك راي ايه، مش متوقع ان هو يديني راي بالانسد متوازن. خد بالك ودي ملاحظه مهمه، ان بارتشال دي بتساوي كلمه بايست، طب انفير برضو بتساوي كلمه بايست، وانجاست برضو نفس القصه بتساوي كلمه بايست. فانت عندك كده الكلمه بايست، بارتشال، انفير، انجاست، نفس المعاني كلهم، فاخدنا بالانسد هنا. طيب اللي بعد كده، It is not honest، ليس من الأمانة، to not others، إنك تعمل إيه في الآخرين؟ to المصدر، يبقى to mislead يعني يضلل. طب ليه ما ناخدش misleading؟ misleading دي حاجة من اتنين، يا إما معناها مضلل يا إما تضليل، وفي الحالتين مش نافع في المعنى. أنت بتقولي مش من الأمانة أن تضلل. place يعني يضع، وعند place دي هنقف شوية كده ونروح للسبورة بس نكتب حاجة سريعة كده. كلمة place ده هي معناها يضع، بتساوي كلمة put اللي معناها يضع، بتساوي كلمة position اللي معناها كل ده كده معناها يضع كفيرب. طب النون بقى، المكان يعني place معناها مكان او موضع، position اللي برضو مكان او موضع، فدي كده نون بمعنى مكان او موضع الشيء. طيب ارجع بقى لجملتك اللطيفة، فانت هنا كنت بتقول لي place وقلنا placement اللي هو الوضع نفسه. طب this article has not information، writer wants to influence the readers dishonestly، الكاتب عايز يأثر على الناس بشكل غير أمين، يبقى هو في معلومات مضللة يبقى misleading. There is too much، هناك الكثير جدا من الايه in your article، في مقالك، against the other team، ضد الفريق الآخر، في ايه، في مقالك ضد الفريق الآخر. accurate دقيق، inaccurate يعني غير دقيق، bias يعني معناها التحيز، وبايس معناها متحيز، فانت بتقول هناك الكثير من التحيز او الانحياز. وانا في حته عايز اوضحها لك، ان كلمه بايس، بايس كده دي ناون بمعنى التحيز، ومع اوفر بمعنى ينحاز. طيب بايس كده اهو ده فيرب في الماضي بمعنى انحازا، انحازا، وبنستخدمها كادجكتيف بمعنى منحاز. تمام، اقول لك ان فاكت اي ووز بايست والزمالك، انا كنت منحاز مع الزمالك.
اقول لك don't be biased، لا تكن منحازا. طيب don't bias او don't او bias is not a good مثلا deed مثلا، اللي هو الانحياز ليس شيئا ايجابيا شيئا جيدا. نرجع لموضوعنا، ليس هناك او هناك الكثير من الانحياز يبقى bias او التحيز. as a football fan، كراجل لاعب كوره، انا متحيز لاني بشجع ليفربول، يبقى I am biased، انا عايز صفه. طيب بعد كده we have to not freedom of opinion against public interest، احنا المفروض نعمل ايه في حريه الراي فيما في مقابل المصالح العامه. اومشن للحذف، اومت يعني يحذف، وبالانسد متوازن وبالانس قلنا معناها يوازن، دي اول معنى، ومعناها توازن ذات نفسه يعني فعل واسم، لكن بالانسد متوازن ديت ادجكتيف. انت بتقول يجب علينا ان نوازن، يبقى بالانس. دونت ديبند اون، لا تعتمد على ذس اي انفورميشن، على هذه المعلومات الايه في اتخاذ القرار. اكيد المعلومات دي ما دام بقول لك ما تعتمدش عليها يبقى ان هي ان اكيوريت، يعني غير دقيق. امال ايه اكيوريت؟ يعني دقيق. طب امال ايه اكيوريسي؟ اللي هي الدقه. طب اكيوريتلي معناها بدقه. هي ديد ايفريثينج اكيوريتلي، هو فعل كل شيء بدقه. او ممكن اقول لك اكيوريسي از سمثينج بيرفكت، الدقه هي شيء مطلوب. طيب ارجع بعد كده، كان في هنا ملحوظه برضو على موضوع ديبند اون، قلناها مره قبل كده بس نقول تاني مش مشكله. ديبند اون يعتمد على، ريلاي اون يعتمد على، كاونت اون يعتمد على، وقلنا قبل كده برضو ضفنا عليهم كمان بانك اون. الاربع كلمات دول معناهم يعتمدوا على. يا ريت كشكولك تسجل فيه الكلام ده عشان ما تتنسيش، لان الكلام ده للاسف هيواجهك اكتر ما يكون في الفاينل ريفيجن. تو بي ا جود ليرنر، عشان تبقى متعلم جيد للغه الانجليزيه، فالشخص المفروض يكون حريص على الطلاقه والدقه اللي هي اكيوراسي. ما انت عارف ان الاند بتيجي في النص هنا، في اند الان بتكون قبلها وبعدها اسماء او قبلها وبعدها افعال نفس النوع يعني. ثاني المعنى حريص على الدقه والطلاقه. طيب to show that an article is important، عشان يبين لك ان المقال ده مهم، فالمحرر وضع المقال في الصفحه الاولى. وضع او يضع يبقى places، لكن placement معناها موضع او وضع يعني. misleading يعني تضليل، mislead يعني يضلل. طب مش هينفع اقول لك ضلل المقال، هو وضع المقال. طيب الصفحه اللي بعد كده، a gang of thieves، عصابه من اللصوص، were arrested، قبض عليهم، while digging ancient Egyptian antiquities، اثناء التنقيب عن الانتيكات المصريه القديمه. يبقى dig out، dig out يعني ينقب، ومنها كلمه دي اسمها dignity. dignity اللي هي الكرامه، احفظوا الكلمه دي، كرامه. leave not the students who failed the exam from the school trip، بالنسبه للرحله المدرسيه احنا عايزين نستبعد الطلاب اللي هم فشلوا في الامتحان، يبقى leave out. هنا على فكره كان ممكن اقول لك omit يعني احذف، وكان ممكن اقول لك delete يعني احذف برضو، الاثنين بنفس المعنى. mom went out and locked the door leaving me trapped my room، امي قفلت الباب وتركتني محتجزا في غرفتي، يبقى trapped in my room. presenting an opinion انك تقدم الراي كحقيقه، ك يعني as، يبقى as a fact، تقديم الراي كحقيقه. is considered bias by spin، ان يعتبر تضليل عن طريق التحوير يعني. خلصنا كده الحمد لله رب العالمين الجزئيه دي. ان شاء الله رب العالمين الفيديو المقبل هيكون حل الامتحان، وهنعمل كمان حل اسئله البانكتويشن من كتاب جيم، دي كلها كده حاجات اضافيه من بره، لكن جدولنا هيمشي زي ما هو في ميعاده. اليوم بس اتاخرت عشان كان عندي امتحانات، فمعذره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.